والتعب كله صرفناه على البرمجه، قال بالاخير تقول لي انت حالك حاله بالادب العدان ليش درست؟ عمي يقول لي ما اريد ادرس، انا صار لي خريج سنتين، كيف لك محمد كل شيء ماكو، هذا صار لنا 60 يوم 65 يوم هنا نايمين وانا من دياله، بايتين انا ولد الحله ولد بغداد، بايتين هنا، لا جاني واحد سلم علي، لا بالكليه يعترف بالقسم مالك، يعني انا درست قلت لك 4 سنين برمجه وبالاخير والله يكتب لي بالعنوان مالتي، والله انت ملاحظ انت حالك حال ادبي. زين ليش درستني؟ ليش تعبت؟ ليش استاذ ابو ماليه معاون محاسب ينكتب؟ لان كتب ملاحظ رحمه على دينك. انا 4 سنين هذا الولد يدرس محاسبه، تكتب بالعنوان الوظيفي ماله ملاحظ، تعرف شنو ملاحظ عمي؟ ملاحظ درجه 7، يعني الله ما يرضاها 4 سنين تخليني حالي حال شو اسمه اللي يقرا ويكتب ملاحظ، يعني بس اكتب لك على شو اسمه على الاوراق. تباوع علي يعني انا ابو الكليه واللي يقرا واللي يكتب نفس العنوان الوظيفي. لا هي 4 اقسام بالكليه كلها ياخذون معاهم ملاحظ. يلا. عنوانهم معاون ملاحظ يعني والله الله ما يرضاها. على قولته هن يقول له من هالمال حمل جمال. شلونك؟ الله يحفظك. صباح الخير. صباح الخير عليك. والله انت ما بايت هنا اليوم. انا ما بايت لان احنا اتفقنا انه نطلع بزي رسمي نعبر عن واقعنا يعني كطلاب اول شيء. نقول اليوم لابس رسمي ما بايت. بس احنا كنا نايمين هنا وشبعنا الضيم. المبيت صار عندنا عادي. انا من احكي